تحرص مملكة البحرين على تقديم العديد من المبادرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومن أبرزها إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، مركز الحماية والتظلمات، والذي يعد أول مركز شامل يعنى بحماية ودعم العمالة. ويقدم المركز مختلف الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية، كتقديم الاستشارات القانونية والأخرى ذات الصلة بالوضع الإداري، بالإضافة إلى تخصيص مركز للإيواء لبعض الحالات. مركز الحماية والتظلمات أحد أبرز المبادرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تم إنشاؤه من قبل هيئة تنظيم سوق العمل ليقدم مختلف الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية التي تعنى بحماية ودعم العمالة. يعمل 24 ساعة، يقدم خدمات وقائية وحماية للعمالة الوافدة، وفي نفس الوقت يقدم خدمات إرشادية لأصحاب العمل الراغبين في أن يتعرفوا على طبيعة الحقوق في العلاقة العمالية وما إلى ذلك، لضمان أن يكون هناك في اتزان في سوق العمل. المركز قام بتوفير مرافق خاصة لإيواء الضحايا والضحايا المحتملين في جريمة الاتجار بالأشخاص، واتخاذ وتنفيذ التدابير اللازمة لحمايتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية، بهدف إزالة الأضرار النفسية والمادية التي تلحق بهم. يشمل مركزا لإيواء ضحايا الاتجار أو الضحايا المحتملين من الإناث والذكور، خط اتصال 995 يعمل على مدار الساعة ويقدم أكثر من 10 لغات. خدماتنا الحمائية والوقائية أيضا تتمثل في الرد على الاستفسارات والشكاوى والتظلمات، التنسيق للدعاوى العمالية للعمالة الوافدة، وهذا بموجب مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، وأيضا التقديم للدعاوى المدنية الخاصة بالعمالة المسجلة. نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط. نظام الإحالة الوطني يتولى العمل على اتخاذ ما يلزم حيال كافة الشكاوى التي تتقدم بها تلك العمالة من خلال هذا المركز، والذي يتولى عملية تقديم الدعم القانوني وتسجيل الدعاوى العمالية والمدنية لرفعها إلى القضاء المختص من خلال إعداد ملفها واستيفائه بالإجراءات والمتطلبات كافة من الناحية الشكلية والموضوعية. مركز شامل متخصص، وهو الأول من نوعه في المنطقة، يقدم خدمات وقائية وإرشادية ونفسية وقانونية، بالإضافة إلى الإيوائية في بعض الحالات، حيث يتولى العمل على اتخاذ وتنفيذ التدابير اللازمة لحمايتهم وإزالة الأضرار النفسية والمادية. خولة ليغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.